السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي ونوش. دلوقتي في ناس كتير جدا عايزه تبدا وظيفه التداول، ولكن انا عايز ادخل في التداول وفي كذا عقبه، منها معيش فلوس، منها ان انا مش عارف كويس، عايز ادرس كويس، منها مش لاقي بروكر كويس. طب ايه اللي هيحل لي المشكله دي؟ النهارده لقيت لك الحل، ان انت تقدر ان انت تبدا وظيفه التداول، ولكن في اختبار صغير لازم يعني تدخل فيه ولازم تنجح فيه عشان خاطر الشركة اللي انا هكلمك عنها تديك الفرصة دي، تديك وظيفة التداول. ومش بس كده، عارف مرتبك هيبقى ايه؟ ده طبعا يعتمد على شطارتك، 80% من الارباح وبتدخل في حسابك مباشرة، وفيها عربي وفيها انجليزي وفيها فرنساوي، مفيش اي مشكلة، وفيها خدمة عملاء ممتازة هتحل لك اي مشكلة في اي وقت، لو اذا لا قدر الله حصل لك اي حاجة او واجهتك اي عقبة. دلوقتي انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على Earn to Trade. شركة Earn to Trade الأمريكية العالمية دي قدرت إن هي تفتح مجال للغة العربية، باللغة العربية عشان خاطر الجمهور العربي يقدر إن هو يدخل ويبدأ في وظيفة التداول. وفعلا بدأت الناس إن هي تنجح في الاختبار وتبدأ في الوظيفة. تعال نشوف إحنا بنتكلم فيه. انا هتكلم عن المنصه بشكل سريع، مع ان انا عملت فيديو قبل كده عنها، فالناس اللي هي ما شافتش الفيديو، الفيديو ده هيكون مفيد ليهم. الناس اللي شافت الفيديو انا بقول لك يعني ايه، هو هتكون دقيقتين بس اتكلم بشكل سريع عن المنصه وعن لوحه المعلومات، وبعد كده هنتكلم عن المضاربه اللي انا عملتها والارباح اللي انا عملتها النهارده الحمد لله. فعشان خاطر تبقى انت فاهم تتعامل ازاي مع المنصه بشكل عام، وان شاء الله لسه في حاجات هنعملها بشكل اكبر في الفتره الجايه ديت. عموما النهارده من تاريخ هذا الفيديو في خصم 40% على الاشتراك في اللي احنا هنتكلم عليه، فالرابط هيكون تحت الفيديو وفي اول تعليق. دلوقتي دي منصه Earn to Trade، وفي حاجه انا هقول لك عليها كمان شويه هتجذبك جدا للي احنا بنتكلم عليه دوت، وهتسمع عن حاجات كويسه خالص. المنصه لما بتيجي بتضغط عليها ربما تلاقي ان هو في لغه انجليزيه. عموما هنا في الجزء دوت تمام في عده لغات، انت ممكن تكون مرتاح مع الفرنسيه، الاسبانيه، البرتغاليه، انا واحد من الناس برتاح مع الانجليزيه. عموما لو انت حابب العربي ف اللغة العربية موجودة، واحنا هنشتغل هنا بالعربي عشان خاطر الجمهور العربي. بيقول لك هنا كن متداولا محترفا، اجتاز اختبار التداول واحصل على تمويل واحتفظ بنسبة 80% من الارباح. تمام؟ فديت حاجة اسمها المسار الوظيفي للمتداول. فانت لما بتدخل فانت في الاول بتبدأ المشوار، حتى هو بيقول لك بتبدأ اختبار مهاراتك في التداول على حساب افتراضي ورصيد 25,000 دولار. تمام؟ وبعدين لما بتنجح بتحصل على عرض التمويل، تنضم للشركة وبتبدأ تطلع السلم الوظيفي واحدة واحدة لغاية لما بتوصل لرصيد ب 400,000 دولار، وده بيكون تحتفظ بالأرباح اللي هي ايه 80% من أرباح بيكون ليك انت، والشركة تاخد 20%. طيب الشركة هي استفادت ايه؟ استفادت ان هي قدرت ان هي تشغل حد عندها يجيب لها فلوس، والفلوس ديت عشان خاطر انت اللي تعبت وانت اللي اشتغلت وانت اللي بتعمل البحث بتاعك وانت اللي بتدرب، فانت بتاخد 80%، هي بتاخد 20% من الارباح. طبعا خد بالك ان اي جيازة اي شركة لازم تختبرك، ولازم ان انت تشوف ان انت تتأكد ان انت فعلا قد المسؤولية دي، ان هي هتديك فلوس حقيقية مش مجرد حساب يعني افتراضي والكلام ده كله. فعموما هتلاقي هنا هو ممكن تضغط ابدأ الان عشان تدخل على المسار الوظيفي زي ما احنا شايفين اهو. اوكي، بتعدي الاختبار، بتترقى، وبتوصل للي انت اللي هو الحساب اللي 400,000 دولار. على فكره احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع دوت، في فيديو هيطلع لك على ايدك اليمين احنا اتكلمنا في الموضوع دوت قبل كده. النهارده اوكي في خصم 40% من تاريخ تسجيل هذا الفيديو على الحساب اللي هو اللي انت هتدخل عليه تتمرن عليه، اللي هو سواء كان 25,000 او 50,000، الاثنين زي ما احنا شايفين كده بيحصل هنا هو 25,000 بتحصل على هدف ارباح 1750، معدل التراجع 1500، وقف الخساره 550، 3 عقود هنا 50,000، 3000 بالنسبه لهدف الربح، معدل التراجع نهايه اليوم 2000،
عندك مساحة أكبر، والحد الوقفي الخسارة اليوم اللي هو 1100 دولار حتى 6 عقود، وعندك إيه أنت بتسجل الآن وبتحصل على خصم من 40%. فخلينا بقى ندخل نتكلم عن الحساب من جوه زي ما احنا شايفين كده. خلينا نرجع تاني عربي ولا ايه؟ على السريع كده عشان خاطر الناس اللي هي ما شافتش الفيديو ده، الداشبورد بتاعك او اللي هو اللي انت بتدخل منه على الصفحه بتاعتك بعد الاشتراك، في كل حاجه انت محتاج لها بما فيها ندوات الويب، خطوط ارشاد، في دروس كمان، في تقويم، في جورناليتيك. عموما هنا البروكر اللي انت بتحدده، معظم العرب تدخل على نينجا تريدر، انا عشان معايا ابل فبدخل على فينا مارك، فده الداش بورد بتاعك زي ما انت شايفه اهو. فخلينا اوري لك مثلا لما بندخل على فينا مارك من هنا وبتتبع الخطوه اللي هي بتظهر لك، في حاجه اسمها وفي حاله وجود اي مشكله يا جماعه، وفي حاله وجود اي مشكله اي حاجه واقفه معاك اضغط على الحته دي هتلاقي المساعده. ده الفريق يعني في معظم الوقت موجود، ممكن ان انت تدخل تسالهم تستفسر عن حاجات هنا اهوت، تعرف ايه المشكله فين، بتظهر لك صفحه بالمنظر ده، بتتواصل معاهم بتتكلم معاهم، بيكون باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه مثل ما بدك، فبيكون سهل جدا التعامل معاهم. طيب دلوقتي لما انت بتدخل على الفينامارك، دلوقتي بقى نيجي للحساب هنا. لما بتيجي بتدخل فيه بيظهر لك رساله ان انت لازم تعمل حاجه اسمها ريتم، دي في رابط تحتيك على فكره تحت الفيديو عشان خاطر تدخل على انت تريد اول حاجه. تاني حاجه انا حطيت لك رابط تاني عشان تدخل على دي عشان خاطر يعني لو صعبت عليك، بتعمل حساب وبتعمل الاسم بتاعك وبتحط باسورد. بعد كده هيجي لك في حاجه هنا اهوت ممكن انت تتاكد منها، في عندك معلش نرجع تاني، فانت هنا اوكي في المعلومات بتاعتك، هنا في الداتا سيرفيس سيتنج تضغط عليها بيطلع لك حاجة زي كده، تضغط عليها بتكتب الكلام اللي احنا كاتبينه ده، الـ ID والباسورد اللي انت فتحت بيه الحساب على ريسمك. هنا بتكتب حسابك وهنا بتكتب الباسورد، وبعد ما تخلص تعمل سيف والموضوع بينتهي على كده. لازم تعملها عشان خاطر تقدر ان انت تضارب على الفينا مارك، فبيتربط الحسابين مع بعض وبتبدأ في المضاربة. بيبقى انت كده ربط الحساب بتاعك بحساب الفينامارك. دلوقتي حساب الفينامارك هيظهر لك حساب كده، طبعا احنا هنا هو في التريدر كارير باث اللي هو بتاع 50,000، او انت لو انت في 25,000 تضغط على ده اوكي، وبتبدا تفتح الصفحه بتاعتك. هنا بيكون في التشارت، هنا بتحط الحساب اللي انت عايزه سواء كان تريليون دولار، سواء كان ناسداك، سواء كان ناسداك. انا النهارده مثلا عملت 2380، خلينا اوري لك انا عملتهم ازاي النهارده. بسم الله كده، دلوقتي نتكلم بسرعة عن شروط التداول. التداول بيكون لمدة 15 يوم على الأقل، متفرقين يا جماعة متفرقين في الشهر. التداول في الأوقات المعتمدة، هنا هتلاقي إن هو الأوقات المعتمدة بيكون في الغالب في الساعة 5 مساء بتوقيت CT، وبيقول لك يجب غلق جميع المناصب وأوامر العمل بحلول الساعة 3:50 حتى الساعة 5 بتوقيت CT،
وبيقول لك يمكنك التداول في أي وقت على مدار اليوم باستثناء العطلات الرسمية أو أي وقت قد تكون فيه البورصات مغلقة. بالنسبة بيقول لك ده، طب اتبع سلم التقدم. سلم التقدم زي ما احنا شفناه كده، اللي هو يعني هو شايف ان هو من 25-50، بس انت ممكن تبدأ ان انت من 50 على طول، وبتبدأ تعلى واحدة واحدة. وفي طبعا معلومات هنا هو ممكن ان انت تشوفها في المنصة تقراها على مهل. لا تصل او تنخفض الى ما دون حد الخسارة، ده برضو في ارتكل هنا ممكن ان انت تقرأه، او لو عايز توقف الصورة شوية وتقرأ الكلام المكتوب هنا هو تمام. برضو عشان خاطر مش عايزين نطول في الفيديو قوي. لا تصل او تنخفض الى ما حد دون الادنى لرصيد الحساب، معدل التراجع عن نهاية اليوم، ده برضو فيها ارتكل تمام. ممكن ان انت تبدأ ان انت تشوفه، مثال حجم الحساب مثلا 100,000 دولار، مع ان معدل التراجع اقصى يبلغ 3500 دولار عند فتح الحساب بهذه المعايير، يكون الحد الادنى لرصيد الحساب هو 69,500 دولار. بعد يوم من التداول اللي تترجح تأرجح الحساب بين الصفقات الرابحة والخسارة في نهاية اليوم، يتوقف الخسارة عند حسابك، يتوقف رصيد حسابك عند 102,000. والمنصة بتعديل الحد الأدنى لرصيدك ليصبح 98,500 بدل ما هو كان 96,500 وهكذا تمام. حافظ على الاتساق، ده برضو فيها ارتكل، برضو ممكن ان انت ترجع للمنصة. إعادة تعيين مجانية بعد إعادة الدفع. فده يا جماعة الشروط. ده كان فيديو النهاردة، وديت كانت الطريقة ازاي ان انت تدخل وتسجل وتشوف وتتجول في منصة انتو تريد. عايزك تبدأ النهاردة، تدخل في الرابط اللي تحت، تسجل على طول وتبدأ مسار الوظيفي في التداول، وان شاء الله اتمنى لك الربح والتوفيق. مع السلامة.